حرام عليك حرام عليك، جايب لي هدومك وسخه كمان مش قادر تغسلهم يا اخي، حرام عليك. سجاير؟ السجاير هيلفها كده ليه؟ دي اكيد هديه جابها لي، وطبعا انا لما قابلته بالموال البايخ ده نسي يقدمها لي. انا اساله عليها. طب وانا اساله ليه؟ ما انا افتحها واشوف ايه اللي فيها. جزمي عشان ارجع، يطلعوا كام دول؟ نهارك مش فايت يا محمود، وقعتك سودة. انت مجنون؟ حد يحط الواحد نص مليون جنيه لا يعرف اسمه ولا اصله ولا فصله؟ الله، طب عامل ايه يا ريس؟ ما هو اللي كلمني على الموبايل قال لي البوليس مستنيك في المينا وعارف ان معاك الفلوس. ما صدقت ان الراجل اللي معايا في الكابينه قام داخل الحمام فتحت شنطته وحطيت فيها الفلوس. ايه؟ كنت عاوزين اتمسك في المينا؟ اروح في كلابوش؟ انت ايه اللي طلعها في دماغك تيجي في مركب؟ ما جيتش في طيارة ليه؟ ما انا راجع في الطيارة 7-8 مرات في شهر ونص، قلت اتغير، اديها مالح، وبعدين الناس اللي في المطار يعني لا مؤاخذة تشك فيا، ويشم ريحة مسعد القص اللي مستخب ورا الشياكة واللسان الحال. والأخ صاحب الشنطة ده، معرفتش تدردش معاه وتعرف عنوانه أو ساكن فين؟ هو كل اللي أنا عرفته بصراحة يعني إنه محاسب واسمه محمود يوسف وساكن في شبرا. لا فالح. فالح يا قص، لا بتفهم. شبرا إبرة في كوم قش يا ابني، ده عدد سكان شبرا قد عدد الصين الشعبية. اه صحيح، افتكرت، هو ساكن في الخلفاء ومحاسب. والله كده بقت سهلة قوي. لا فالح قوي، دي الخلفاء لوحدها فيها مليون نسمة. اه رئيس، نحاول يعني نجيب دليل التليفون ونشوف محاسب اسمه محمود يوسف وساكن في الخلفاوي، او نروح نقابه التجاريين وندور على محاسب اسمه محمود يوسف وساكن في الخلفاوي. اسمع يا مسعد يا قص، انت من الصبح تروح فرع الشركه اللي موجود هنا وتسال وتتقص، اكيد عندهم معلومات عن الركاب. انا في حلم ولا في علم؟ في حلم ولا في علم؟ 50 رزمة في 10,000 جنيه، نص مليون جنيه. وجاي مديها الفقر. اتمرمطت يا سامية، بس اختك يا سامية عشان ارجع. ليكون الراجل ده ناوي يتجوز عليا، امال مخبي عني الفلوس ليه؟ بقى كده يا محمود، نص مليون جنيه يا محمود. طيب يانا يا انت يا محمود، يانا يا انت. اغسلها، معلش يا سامي اغسليهم انت بقى. وتغسلهم ليه يا حبيبي؟ دي ريحتهم مسك وعمر، وبعدين ان شاء الله اللي يغسلهم غير ايده تتقطع. معلش يا سامي، انا مفروض كنت ارجع بالشنطه دي مليانه هدايا وهدوم جديده، بس ازاي ما سافرت بيها رجعت بيها والهدوم اللي فيها كمان مش نظيفه؟ انا عجباني الشنطه باللي فيها. المهم بقى يا حبيبي، ناوي تعمل ايه؟ لا يا سامي، بفكر يعني ان انا اقطع الاجازه اللي من غير مرتب اللي عملتها دي، وارجع الشغل تاني، واشوف اي شغلانه بعد الظهر تجيب لي اي قرشين وخلاص. معقوله يا حبيبي؟ معقوله الشهور دي كلها في الخليج ومعرفتش تحوش؟ ولا مليم يا ساميه، انت عارفه هناك دلوقتي ما بقاش فيه اي شغل لاي اجانب، جماعه اولاد البلد هما اللي خلاص شغلين كل الوظائف.
بس برضه كان لازم تحوش. يا سامية يا حبيبتي قلتلك اتمرمطت، اشتغلت في كل الوظائف، اشتغلت حارس أمن بتاع عمارة، واشتغلت جرسون في قهوة في هالزباين، واشتغلت بيبي سيتر لعيال صغيرة بغير لهم، حتى الوظائف دي كمان بقوا من الهنود والفلبينيين والسريلانكرينيين بقوا يقبلوها بمرتبات أقل مننا بكتير. خلاص يا محمود، خلاص قطعت قلبي هعيط. خلاص ما تقلبهاش دراما أبوس إيدك. أنا بقى يا حبيبي هقوم أحضر لك عشاء، وإن شاء الله بكرة تروح شغلك وربنا يعدل. عشاء، ياه الكلمة دي ما سمعتهاش من زمان. عشاء من عيني. من عيني يا حبيبي. حاجة عجيبة قوي، دخل الأوضة لقى الشنطة مفتوحة وفاضية وكل هدومه براها. أمال النص مليون جنيه اللي أنا لقيته في الشنطة إزاي؟ لا بص عليه ولا فكر فيه ولا حتى قلق. معقولة؟ معقولة نسي إنه جايب معاه نص مليون جنيه من الخليج؟ نسي إيه؟ حد ينسى مبلغ زي ده؟ الحكاية دي وراها سر. هقوم بقى اكتب طلب قطع الاجازه، على الله يوافقه يا رب. ورقه وقلم، ورقه وقلم، ورقه وقلم. الورق والاقلام كانت بتبقى هنا، شايلاهم هنا. أكتر من 5000 جنيه؟ ده حلم ولا حقيقة؟ لا حقيقة. الله، الفلوس شكلها كمان مش مزورة. إيه ده يا سامي؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنا اللي بسألك بقى يا هانم، إيه ده؟ يا سلام، أنت هتستهبل؟ صحيح، يعملوها ويخيلوا. أنا اللي بستهبل؟ جبت الفلوس دي منين يا هانم؟ عمك اللي في البرازيل مات وورثتيه، ولا كنت شغاله بقى في تجاره المخدرات والاثار الممنوعه وانا شغال وطلع عيني في الخليج؟ محمود ما تعيشليش في الدور وحياه ابوك. الفلوس دي التحويشه اللي حوشتها هناك، وعامل مفلس وما حلتكش اللضه وبعتيلي فلوس عشان ارجع. كنت مخبي عني الفلوس دي ليه؟ عشان تتجوز عليا؟ ولا كنت دبحتك وحطيتك في اكياس؟ اكياس ايه بس دلوقتي؟ انت بتتكلمي جد يا سميه؟ انت شايفني بهزر؟ لا ما بتهزريش، وانا كمان ما بهزرش. انا بفتح البوفيه بره عشان اجيب ورق وقلم، لقيت الفلوس دي افتكرتهم بتوعك. بتوعي؟ بتوعي منين؟ انا الفلوس دي لقيتهم في شنطتك. شنطتي ايه بس؟ اقسم بالله العظيم انا ما اعرف عنهم حاجه. انا راجع من بره ما فيش معايا غير كام دولار غيرتهم عشان اعرف ارجع البيت. وانا والله العظيم ما اعرف حاجه عن الفلوس دي غير اني لقيتها في شنطتك وانا بطلع منها الهدوم. عديتهم لقيتهم نص مليون جنيه، خبيتهم، خفت تعمل بيهم عامله سودا. نص مليون جنيه؟ نص ارنب؟